تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق المواضيع طبية وصحية أكيد تهمكم وتفيدكم. يسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، في الإخراج نمر محمد. صباحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. مستمعينا ذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة، منها فقراتنا فقرة السوشيال ميديا والفقرات كذلك الصحية اللي تعودنا ناخذها خلال البرنامج. نبتدي مثل ما تعودنا فقرة السوشيال ميديا، وطبعا الكل لا يخفى عليه أهمية السوشيال ميديا والمواضيع اللي تتطرق لها السوشيال ميديا، ويمكن أكثر المواضيع سرعة أنها توصل أكبر عدد من الناس أو من حتى المستمعين. وتنوعت طبعا عندنا السوشيال ميديا، يعني تنوعت يعني بالنسبة للأشياء اللي موجودة فيها وكذلك أنواعها، يعني مثل اللي تغطي كل متطلبات الأشخاص اللي يعني وأذواق الناس كذلك. المعلومات فيها نحتاج أن نتأكد قبل ما نطبق هذه المعلومة أو نصدقها، كذلك نحتاج أن نتأكد قبل من مكان ما أخذنا من المعلومة وكذلك من صحتها، وإذا المعلومة تهمنا ولا ما تهمنا، لأن في أشياء وايدة يمكن تتطرق لها السوشيال ميديا وتكون يعني ما بأكيدة. أي واحد يقدر ينزل الخبر، بس نحتاج نتأكد من مصدر السوشيال ميديا والمكان أو المعلومة كذلك اللي ناخذها منها. بنتواصل مع زميلتنا أسماء، بس قبل ما نتطرق لموضوع السوشيال ميديا بنتكلم عن دراستنا اليوم. دراستنا اليوم جدا مهمة، ويمكن الجميع مهمة للجميع، مو لفئة معينة فقط. طبعا أسماء يعني على الخط، خلاص نرجع لأسماء وبعدين نرجع لدراستنا ودراستنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير. صباح النور دكتورة. أسمع صباحكم الله بالخير والنور. صباحك نور وسرور كل مستمعين إذاعة نورتي. ننتظرك وننتظر أقلب ما يدور في السوشيال ميديا. الفترة الحالية قاعدين نركز على بعض الأمور، نوخ منها دائما نذكر المبادرتين هي ضريب لكل مواطن. نعم. نقول يا جماعة أن الاستشارات توفر الاستشارات الطبية على مدار ساعة وطوال أيام الأسبوع. وصلنا نحن من ضمن الأسئلة اللي توصلنا إن كيف ممكن الدكتور يعرف تفاصيلي، هاي يعني من الأسئلة وصلتنا أمس في السوشيال ميديا. نعم. إن تحاليلي تفاصيلي، فهذا حبينا إحنا ننوه علينا إن الطبيب عنده يعني عنده يعني يقدر يدخل على ملفك الطبي، يعني ملفك الطبي موجود إن كلهم عندهم نفس السيستم. فحتى إذا كنت محتاج أي شيء ممكن الدكتور حتى يأخذك إياه أو يحط إياك في ملفك. لما تصير أصلاً يعني الموعد القادم أو إذا سوالك موعد أو احتاج طبيب ثاني، الطبيب يعرف أن أنت كم مرة اتصلت وشو الاستشارات اللي كانت عندك، وهذا يعطي مثل يسمونه 360 درجة على الحالة. يعني حتى الاستشارات اللي عندك هي مسجلة، ممكن طبيبك إذا بتراجع عنده والهذا بيعرفها، لأن كل شيء نسجله. يعني كطبياً يعني نحن ما نقدر نخلي أي شيء ما نسجله، من شكوى المريض، الأدوية اللي ياخذها، كل شيء تكون مسجلة. يعني والنظام الجميل في النظام أنه موحد، يعني لجميع يعني لهيئة الصحة في دبي. يعني إذا أنا في عيادة فرضاً أقدر أشوفه في المستشفى، أقدر أشوفه حتى في طبيب لك المواطن.
صحيح. يعني هذا من الأشياء أن إحنا نقدر نجمع على أنتم وأنكم، يعني أي استفسارات تقدرون تسألون، حتى لو أنت مثلا تقول أنا كنت ساير المستشفى وسووا لي تحاليل، ممكن الدكتور حتى يطلع على تحاليلك، يعني ملفك مفتوح ممكن هم يشوفونه، بس طبعا الأطباء يعني الطبيب بس يقدر يشوفه. صحيح، وهاي الخدمة يعني وايد بتوفر يعني لعدد كبير كذلك، سواء مو وقته، لأن أي وقت يقدر يتواصل، أي وقت يقدر يعرف نتائج تحاليله. يعني مرات ما بقدر أسير العيادة، ما بقدر أتواصل، عندي أي استفسار، يعني هذا وايد سهل يعني الناس كثيرة، أن بخصوص أن التواصل مع الطبيب وهو عارف مع منو متواصل، يعني ما بأي طبيب أنا بتصل فيه وبتكلم وياه، أو أي حد بيعطيني استشارة. صحيح. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها والناس بعد كانت تسال عنها، نحن كنا حاطين فيديو عن مركز دبي لدمج الحبل السري والابحاث. نعم. تقريبا المركز يعني عند يعني 8000 عينه مخزنه في المركز، وهي العينات يعني يتم استخلاص فيها الخلايا الجذعيه اللي من دم الحبل السري. ف كانوا تقريبا هو يعالج 80 مرض في الدم. لكن اللي قاعد يصير في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن نتمنى من الأشخاص أن يا جماعة مو بأي شيء نحط في السوشيال ميديا يعني معلومات صحيحة. صحيح. نحن لازم نتأكد من الجهات المعنية أو صح. الجهات المختصة. بعدين الخلايا الجذعية هو شيء جديد، يعني فمو بكل ما حد يقول نظارة البشرة وما أدري شو. الحين في أشياء مش مثبتة علميا، فالأشياء المثبتة يعني أكيد الجهات الحكومية راح تشتغل عليها. صحيح. الأشياء الدعايات خذ هالكريم بالخلايا، أنا أو هالكريمات، يعني في أشياء غريبة تسويها قنوات التواصل الاجتماعي، كريم خلايا جذعية، شو خلايا جذعية، كل شيء خلايا جذعية، ما أعرف الجذع من وين جايبينه. فبتمنى من الأشخاص، يعني كان أيضا الأشخاص يسألون عن الأشياء المتجاوزة فيها خلايا جذعية، يا جماعة في أشياء المثبتة أكيد الجهات الحكومية راح تشتغل عليها. صحيح. وأغلب الأشياء المثبتة هي أمراض الدم. صح. يعني مو بأشياء ثانية في أمراض الدم. فتقريبا نحن عندنا في مركز دبي في الحب السري تقريبا من أكثر من 11 سنة المركز موجود، يستخلصون خلايا الجذعية ويحافظون عليها لمدة 30 سنة. فيعني هاي الأشياء كلها ننصح الناس أن يتبعون الأشخاص المعنية المختصة اللي عندهم المعلومات الدقيقة. ونختمها بالرسالة الصباحية الحين قبل ما نختمها يا أسماء، قبل ما نختمها موضوع البارحة، أيهما أفضل، الرز الأسمر أو الخبز الأسمر؟ الموضوع السؤال اللي حطيته الرز الأسمر، في ناس مصدمة يعني حتى طالع الفيوز أكثر من 400 فيو، أحس الناس تقول لا ما كنا صح، مستحيل، فالناس دائما يتحرون العيش هو أسوأ، بس صراحة العيش في الأفضل إذا كان أسمع. مرات عارفين معلومات تكون بسيطة بس ناس وايد تهمها هاي المعلومة، خاصة اللي توصلها ويبغي يعني، وخاصة إذا كان مكان موثوق فيه، فيعني معلومة يمكن بسيطة ويمكن أي حد يعني بيقول أنا متوقع كذي، بس يعني سبحان الله مرات سؤال بسيط بس الواحد يبغي يعرفه أكثر وأكثر. ونحن زي ما احتاج دكتورة نتمنى من كل شخص موجود في قنوات التواصل الاجتماعي إذا يعني حاب مثلا نحن نتكلم عن مواضيع صحية معينة، حاب طريقة، عنده اقتراح، يعني نحن حتى الاقتراحات اللي لها علاقة بطبيعة الكونتنت اللي يحتاجونه أيضا نستقبل، يقدرون يطرشون إياها على الخاص، يكتبون إياها العام، شو الأشياء اللي يحبون يشوفونها، شو المقارنات اللي يحبون نسويها، والأجزاء كلها يعني نحن دائما نستقبلها، يعني مو بس نستقبل ملاحظاتكم على المراسل، أيضا تبون شيء قنوات التواصل الاجتماعي حابين تشوفونه، في النهاية نحن نسوي كل هذا عشانهم، نحن ما نبغاهم يمرضون، نحن نبغى تكون اختياراتهم أفضل، قراراتهم أفضل، عشان حياة أكثر صحة وسعادة وجودة أكثر في الحياة. إن شاء الله. ملاحظاتكم دائما تأخذ بعين الاعتبار. صحيح. ونختم بالرسالة الصباحية اللي تقول ابحث عن طرق وتقنيات تساعدك في تخفيف ضغط العمل لديك. الاكتفاء الحقيقي ليس في العمل الكثير ولكن في العمل بذكاء أكبر، يعني ممكن يكون عندنا وايد أشغال لكن أحيانا نستخدم أشياء بسيطة تسهل لنا وايد أشياء، موقع معين، طريقة معينة، رتبت الأكسل شيت بطريقة مختلفة شوية، فأحيانا نحن نتهايز في هالأشياء، لكن ممكن في البداية تكون تاخذ وقت لكن بعدين راح تكون حياتكم وايد سهلة وايد سريعة، وهذا هو الابتكار الحقيقي، ان انت تسوي شغلك بدون ما انت
تاخذ من جهد تسوي اشياء ما لها داعي وتسوي شغلك بذكاء وليس بي يعني work smarter not harder، يعني تشتغل بذكاء اكثر من انك تشتغل بس بمجهود بدون ما في تكون نتائج لهذا المجهود. ودمتي بصحة وسعادة دكتورة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. هذه كانت فقرتنا بخصوص السوشيال ميديا. يانا سؤال بخصوص طبيبك المواطن، ليش ما تخلون التواصل مع الدكتور أونلاين بدون موعد؟ الموعد وايد بيسهل لكم أشياء كثيرة، أنك تحدد الوقت اللي أنت يناسب كذلك، وما بتقعد تنتظر لما يخلص يعني فرضا المريض أو المتصل اللي قبلك، يعني بيساعدك في أشياء كثيرة. يعني إذا كان في وقت يعني يمكن بعد 5 دقائق أو عقب 10 دقائق على طول يعني وأنت قاعد أسمع، بس مرات المواعيد ترى وايد بتسهل على الناس بدل ما ينتظرون على الخط. بالعكس يعني بتاخذ الموعد وتعرف ان هذا الموعد يعني بيكون لك فعلى طول بدون ما تنتظر فترات طويله. فالمواعيد بالعكس المواعيد ترى وايد لها اهميه، والواحد اللي متعود على المواعيد بيحس انه بسهوله اشياء كثيره تكون عنده ويخلصها في وقته. مستمعينا بطالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو الحديث عن إنقاذ حياة أم حامل بثلاثة توائم بعد توقف قلبها أثناء الولادة. طبعا يعني ما بإنقاذ روح وحدة، إنقاذ أربع أرواح يعني، وخاصة في فترة الولادة وأطفال صغار يعني توهم طالعين دي هذه الحياة. بتكون ويانا اليوم الدكتورة لمياء سلامة، أخصائي عناية مركزة بمستشفى دبي. صباح الله بالخير دكتورة لمياء. صباح النور عليكم وعلى جميع المستمعين الكرام. بحب أشكرك أي على أنك استضفتوني في برنامج ناجح زي كده، بهني في البرنامج جدا. شكرا دكتورة. اهلا وسهلا دكتوره. دكتوره طبعا يعني يعتبر هذا انجاز في حاله يعني خاصه في المستوى الطبي ان انقاذ حياه ام حامل ومو فقط طفل معاها ثلاثه اطفال وثلاث توائم، وخاصه ان بعد ما توقف قلبها اثناء الولاده، فحابين نتعرف اكثر عن هذه الحاله. عفوا دكتورة لمياء، دكتورة لمياء الصوت يقطع شوية، بنرجع نتصل فيك مرة ثانية. مستمعينا طبعا خاصة في فترة الولادة يعني تكون والأم بحامل فقط بطفل يعني الحمل بثلاثة أطفال، وتوقف القلب يعني في أشياء معينة خلال توقف القلب، يعني في بروسيجر أو عمليات معينة تتسوى لإنقاذ الحالة. في هاي الحالة مو فقط الشخص نفسه اللي تعرض لإيقاف القلب، كذلك نخاف على التوائم اللي موجودين وبعدهم يعني ما صارت لهم الولادة وما طلعوا على الأرض يعني، فيعني يكون الخوف على أربعة أشخاص بدال يكون الشخص واحد، وكذلك يعني نقص الأكسجين اللي بيوصلنهم خلال توقف قلب الأم خلال هذه الفترة. بنتحدث أكثر وأكثر عن هذه الحالة ويا دكتورة لمياء. دكتورة لمياء يعني جدا يعني خلال هذه الفترة الأم تكون قلقانة، الأهل يكونوا قلقانين، وكذلك وضع الأطفال كذلك، يعني الواحد يحط في الاعتبار مو فقط حياة واحدة بيركز عليها، بيركز على أشياء كثيرة. يعني أم بالغة مع ثلاثة أطفال بعدهم ما طلعوا لهذه الحياة. دكتورة لمياء. ألو أهلا دكتورة لمياء. ألو معذرة في كان الصوت ما كان واضح. دكتورة حابين نتعرف أكثر عن هذه الحالة. هي الحالة كانت أم جميلة حامل في ثلاث أطفال منتظرة بيوم تشوفهم يوم ذلك بكل كانت المستشفى كشف عليها طبيب قسم كالتوليد كانت في حالة ولادة
فنقلوها فورا لقسم العيادة لقسم تجهيز فرن العمليات لإجراء جراحة قيصرية وانتظام الحدث السعيد يعني. للأسف في هذه الأثناء الأم أصابتها تشنجات لتوقف القلب التنفس عندهم تماما. طبعا توقف القلب بيؤدي إلى وقف ضخ الدم إلى الجسم بجميع أعضائه وبالتالي حدوث نقص شديد في الأكسجين في كل أعضاء الجسم. طبعا توقف الدم اللي واصل إلى الأجنة الثلاثة داخل الرحم وده معناه إن الأجنة هتموت. فطبعا دي حالة يعني حرجة جدا جدا. صحيح. ولذلك تم على طور إعلان حالة الطوارئ للأم أو فيما يعرف عندنا إحنا بالكود بلو أو الكود الأزرق. نعم. ده كود بيتعمل للحالات اللي بتكون حياتها مهددة بالخطر ولازم تدخل فيها في غضون دقائق. بيتعمل كود بلو في أقل من دقيقة كان فريق الحالات الطارئة بالمستشفى متواجد بجانب المريضة. الفريق عندنا بيتكون من طبيب العناية وطبيب تفجير وطاقم من التمريض المدرب على أعلى مستوى على التعامل مع الحالات الحرجة. لما وصلنا للمريضة وجدنا القلب والتنفس متوقفين تماما عندها والمريضة بتعاني من نقص حاد بالأكسجين. قمنا على الفور بعمل إنعاش قلبي وعمل تنفس صناعي للمريضة. في نفس الوقت قام فريق من طبيبات النساء بعمل جراحة قيصرية عاجلة لاستخراج الأسنان الثلاثة من داخل الرحم لإنقاذ حياتهم. نعم. بفضل الله تعالى الحمد لله يعني في أقل من 10 دقائق نجح الفريق الطبي بتزويد الثلاث أطفال بحالة جديدة وتم نقلهم فورا على حضانة من ثلاث رعاية. الحمد لله. في نفس الأثناء نجحنا في إنقاذ حياة المريضة ورجع لقلب رئة من جديد. على قد ما كنا سعداء بالإنجاز إلا أن القصة ما انتهتش بالعكس ابتدى. قلب الأم لما رجع لضخ الدم. نعم. ده كان شيء رائع ولكن كان ضخ الدم ضعيف جدا وكان المخ بيعاني من كرف شديد بسبب نقص الأكسجين أثناء فترة توقف القلب. أدى أن المريضة دخلت في غيبوبة عميقة. عشان كده نقلنا المريضة فورا لقسم العناية المركزة بالمستشفى. تم وضعها على جهاز صناعي وتم إعطائها أدوية لمساعدة القلب ورفع ضغط الدم. وقمنا بدعم كافة أجهزة الجسم كمان عملها بكفاءة. بدءا من المخ والقلب والرئتين قمنا بالكلى والجهاز الهضمي وانتهاء بوضع برنامج مكثف للعلاج الطبيعي للحفاظ على عضلات المريضة في حالة كفاءة جيدة. بمرور الأيام بدأت حالة المريضة الحمد لله تتحسن تدريجيا. قدرنا نستلمها من جهاز التنفس الصناعي لكنها كانت ضعيفة جدا ما تقدرش تتوقف ما تقدرش تتحرك وكان عندها تشوش بالوعي ما كانتش مدركة لكل اللي بيحصل حواليها. صحيح خاصة أن الأكسجين خذ فترة يعني انقطاع الأكسجين وحتى سيريان الدم نفس ما ذكرتي خلال الفترة اللي طافت انقطاع الأكسجين 10 دقائق هاي مثلا يعني ممكن الناس تشوفها حاجة بسيطة ولكن بالنسبة للمخ صحيح قليلة جدا أن المخ يعاني من نقص أكسجين عن 10 دقائق. صحيح. مع العلاج الطبيعي ومع برنامج مكثف للتغذية والدعم النفسي للأم قدرنا نوصل بحالة الأم إلى حالة تعافي تام استعادة من وعيها وإدراكها وخرجت من العناية إلى القسم الداخلي أكملت العلاج فيه. وبعد مرور حوالي 18 يوم من دخولها المستشفى رجعت الأم الكامل طبيعتها وتم خروجها إلى بيتها مع زوجها وأطفالها الثلاثة في حالة صحية جيدة. هي حاليا بتعيش حياتها بصورة طبيعية جدا وبتقوم بإرضاع أطفالها الثلاثة رضاعة طبيعية والحمد لله. الحمد لله. طبعا يعني مجهود كبير اتعمل شفت نجاح لم تكن لتحدث يعني لولا وجود فريق طبي متميز مستشفى دبي ورؤساء لأقسام المستشفى حريصين على تقديم أعلى مستوى طبي للمريض وإدارة مستشفى واعية صراحة بحقوق المرضى ومنظومة طبية متكاملة بتعمل تحت رعاية إدارة هيئة الصحة بدبي. صحيح. على أعلى مستوى واللي دايما حريصة على تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الخدمات الطبية على أعلى مستوى. الحمد لله. وده تنفيذا لرؤية سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بإمارة دبي واللي دايما كان بيصر على إن الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى دبي مستشفيات دبي كلها تكون متماشية مع معايير الجودة العالمية. صحيح. وكان جهاز مشارك في دراسة ما يقدم في الدول
العالمية متقدمة. صحيح، والحمد لله دكتورة، يعني في هذه الحالة تم إنقاذ 4 أرواح، يعني مو بس خط الأم، يعني الحمد لله مع أطفالها ورجعت البيت بعد 18 يوم، يعني الحمد لله. ونفس ما قلت يعني أنها حتى هي ترضع أطفالها، هي تهتم في أطفالها، يعني هذا دليل على الخدمة اللي تقدمت لها، يعني خدمة مميزة وخدمة يعني كبيرة. فحابين طبعا هذه الخدمة أكيد في خدمات وراها، مثل خدمات متوفرة في مستشفى دبي وخاصة في قسم العناية المركزة اللي عطت هذا مثل ما نقولها الفيدباك، أو عطت هذه النتيجة الحمد لله اللي هي تعتبر ممتازة في مستوى الطبي. فحابين نتعرف منك أكثر عن الخدمات الموفرة في قسم العناية المركزة. صحيح، هو طبعا العناية المركزة مستشفى دبي غريبة جميع المستعدين، وبصراحة هو بدون مبالغة هي تعتبر من أفضل العناية المركزة على مستوى الإمارات كلها. عندنا كوادر طبية على مستوى عالي جدا من الكفاءة الطبية، بيقدموا خدمة طبية مميزة يمكن خلص كثير من أهالي المرضى من كافة الإمارات بالدولة، بيسعوا إلى نقل مرضاهم إلى عناية مستشفى دبي لتلقي العلاج. إحنا في العناية المركزة وظيفتنا الأساسية هي إننا ندعم الوظائف الحيوية للجسم كافة أعضاء الجسم للحفاظ على حياة المريض. عندنا أجهزة حديثة جدا وبنعالج الحالات الطبية الحرجة اللي أحيانا بتكون معقدة جدا زي الحالة اللي بنتكلم عنها. فمثلا بنقوم بعلاج حالات زي حالات الالتهاب الرئوي الحاد، وأزمات الرب الشعبي الحادة، حالات الفشل التنفسي. بنقوم بعمل دعم بأجهزة التنفس الصناعي، أجهزة حديثة على أعلى مستوى من الجودة. بنعالج حالات زي فشل عضلة القلب ونهبوط الحاد بالدورة الدموية، حالات زي توقف القلب، حالات جلطات القلب وجلطات الرئة. بنكون بدعمها بالأدوية وبأجهزة حديثة لمراقبة وظائف القلب وضغط الدم دقيقة بدقيقة، وصولا إلى تركيب أجهزة لدعم الدورة الدموية كبالون الأورطة. في بعض الأحيان وإذا استدعت الحالة بنركب جهاز قلب ورئة صناعي أو ما يعرف بجهاز الإسم، وده جهاز حديث جدا بيساعد القلب على ضخ الدم والأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم في حالات فشل القلب ورئة الدم. ممتاز. بنتعامل أيضا مع حالات الفشل الكلوي الحاد، بنقوم بتركيب أجهزة غسيل كلوي مخصصة لمرضى العناية اللي بيكون ضغط الدم عندهم ضعيف وما يتحملوش الغسيل الكلوي العادي. العناية عندنا مجهزة أيضا بأحدث الأجهزة التشخيصية زي جهاز الإيكو وجهاز السونار وجهاز الأشعة السينية. يعني باختصار نقدر نقول إننا بنتعامل مع حالات فشل أي عضو من أعضاء الجسم، وبنقوم بدعم وظائف الجسم للحفاظ على حياة المريض. ممتاز. دكتورة لميا، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين خلال البرنامج. بالنسبة للمستمعين أحب أقول لهم إنه إحنا في مستشفى دبي بنقدم خدمة طبية مميزة، وحريصين جدا على إن إحنا نساعد كل مريض يدخل عندنا المستشفى، وفي الأخص يدخل عندنا قسم العناية المركزة. وفعلا كل عضو في الفريق الطبي في المستشفى بيكون بيتعامل مع المريض وكأنه أحد أفراد أسرته. بنحاول نكون على أعلى مستوى من الكفاءة الطبية وعلى علم بأحدث التقنيات في الطب على مستوى العالم. يعني إحنا بنحاول إنه نرتقي بمستوى الخدمة الطبية، ويا رب نكون دائما على قد المستوى المطلوب. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة لميا. الدكتورة لمية سلامة، أخصائي عناية مركزة في مستشفى دبي. شكرا لك مستمعينا، كانت هذه فقرتنا وتحدثنا عن إنقاذ حياة أم حامل بثلاث توائم بعد توقف قلبها أثناء الولادة. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 ورسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتحدث عن واحدة من الخدمات المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي، ويختص فيها مراكز الرعاية الصحية الأولية. بنتحدث عن خدمة 24 ساعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويانا الدكتورة عليا رفيع مدير مركز البرشاء الصحي
استشاري طبيب أسرة. صبحت الله بالخير دكتورة عليا. صباح النور والسرور. مرحبا دكتورة عافية، كيف حالك؟ الله يسلمك، حياتك الله ويانا الحمد لله في برنامجنا صحة وسعادة. طبعا دكتورة، خدمة الـ 24 ساعة تتميز فيها مراكز الرعاية الصحية الأولية وتقدمها هيئة الصحة في دبي، فحابين نتعرف أكثر عن الخدمات اللي في مراكز الـ 24 ساعة، وطبعا أنها تتوفر في مركزين اللي هم مركز البرشا ومركز ند الحمر. أيوة هلا حبيبتي عاشة. هو بالنسبة طبعا لخدمة الـ 24 ساعة، هي في البداية انطلاقا من رؤية الشيخ محمد أن تكون عندنا خدمات على مدار الساعة تقدم لي للمواطنين وللمقيمين بطريقة تنافس حتى القطاع الخاص وتصل للناس في جميع الأوقات، بطريقة نضمن أن الشخص يقدر يحصل على الخدمة الصحية اللي هو يتمناها في أي وقت على مدار الساعة. بدأت هذه المبادرة كمبادرة على مستوى العالم، كانت الأولى، كان عندنا دراسة وكان ما في تقريبا مراكز رعاية صحية أولية تقوم بتغطية العمل خلال 24 ساعة إلا عندنا في دبي. بعدها الحمد لله بدنا نشوف في ممارسات في دول أخرى ومدن أخرى بنفس الطريقة. في عام 2013 تقريبا بدت، في شهر 7 بدت في مركز ند الحمر، وفي شهر 9 بدت في مركز البرشا الصحي. بدينا نقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدى 24 ساعة. حاليا يتم يعني معاينة المرضى لحالات طبعا غير الطارئة. الحالات الطارئة لازم تتوجه للمستشفى مثل طيفة أو دبي أو راشد حسب الحالة والمنطقة السكنية. بس الحالات الاعتيادية لطب الأسرة احنا نشوفها على مدار الساعة. بعض الخدمات مثلا مثل بعض الفحوصات، مثل أخذ الأدوية، فحوصات ما قبل الزواج، نفضل دائما انها تكون خلال فترة النهار أو الدوام الرسمي لحد 9:30. بعدها نبدأ نشوف الحالات شبه طارئة، بس ما نأخذ الحالات اللي هي مثلا الطارئة اللي هي بشكل عالي. طبعا خدمة يعني معاينة المرضى تحتاج بعض الخدمات التكميلية، مثلا عند الصيدلية كذلك تكون 24 ساعة، قسم المختبر، قسم الأشعة، بحيث أن هذه الأقسام تساند الطبيب في إكمال رحلة المريض. صحيح. من ناحية صرف العلاج أو التحاليل الطبية. صحيح، ويعني تكون الخدمات كخدمات طب أسرة وخدمات كذلك مساندة تكون متوفرة خلال أيوة. هذه الخدمات. هو بالنسبة لخدمات طب الأسرة طبعا نحن نشوف الحالات اللي تحتاج أنها تعين في هذا الوقت، لأن مثل ما تعرفين عدد الأطباء في الفترة الليلية يكون أقل من الكادر الموجود في فترة النهار. صحيح. فدائما تكون الحالات اللي هي بحاجة أن نحن نعالجها. الحالات الطارئة الشديدة اللي هي مثلا نقول احنا رقم 4 و 5 هذه عفوا حاليا تغير صار 1 و 2، تروح لمستشفى راشد اللي هي حالات مثل بسم الله علينا وعلى الجميع ان شاء الله والله يحفظ صحة الجميع، مثل حالات الجلطات القلبية، الجلطات الدماغية، الكسور، حوادث السيارات، الحروق الكبيرة، هاي الحالات اللي هي تعتبر حالات طارئة بشكل كبير. طبعا دائما نفضل انها تروح للمستشفيات اللي هي مستشفى راشد او لطيف اذا كان نساء ولادة او اطفال. بالنسبة لنا نستقبل جميع الحالات الباقية اللي هي شبه الطارئة. نعم. الحالات اللي هي الاعتيادية مثل الصداع، مثل الحرارة، الآلام، هذه كلها احنا نستقبلها على مدار الساعة. وفي حال ان طبعا تم معاينة الحالة وشاف الدكتور او ارتقى الطاقم الطبي ان الحالة تحتاج لتحويل المستشفى سواء لأخذ علاج آخر أو مثلا لأخذ رؤية يعني وجهة نظر طبيب آخر، أو أن المريض يحتاج للتنويم، يتم تحويل المريض إلى الجهة يعني الأخرى سواء مستشفى دبي أو راشد أو لطيفة. نعم دكتورة، طبعا احنا عارفين خدمة الـ 24 ساعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعني تلعب دور كبير، يعني وخاصة يعني خلال الخدمة يعني 24 ساعة، فكذلك المرضى الإقبال على هذه الخدمة أكثر وأكثر، فكيف ساعدت هذه الخدمة في هذه المراكز من تقليل العبء على قسم الطوارئ في المستشفيات عموما سواء راشد أو دبي أو لطيفة؟ أيوة، واحد من الأهداف في البداية اللي صارت عندنا لتقليل لفتح أصلا خدمة الـ 24 ساعة كان تقليل الضغط على المستشفى، بحيث أن المستشفيات تختص أكثر بالحالات الطارئة والحالات التي تحتاج طاقم مختص في الطوارئ سواء في المستشفيات أو في حتى المستشفيات القريبة منا يعني، لكن إحنا نقلل الضغط عليهم بأن إحنا نعالج الحالات اللي ما تحتاج تروح للمستشفى. فاللي صار نحن طبعا بدينا نحط كمؤشر أداء أول ما فتحنا كان يعني فترتنا نحن ما نحول إلا 1 من 1000 فقط أو عفوا 1% فقط من المرضى اللي احنا نعاينهم،
وما شاء الله مع مرور الأيام، مع طبعا التدريب اللي صار للطاقم الطبي ورفع كفاءة الأطباء، رفع تدريب الطاقم بالكامل، وصل نسبة التحويل إلى 1 إلى 2 بالألف. يعني إحنا من كل 1000 مريض يتم معاينته يحول من 1 إلى 2 فقط للمستشفى. ما شاء الله، يعني حتى أكثر عن المؤشر الأداء، يعني وايد يعني أيوة ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. أيوة يعني تعدين الحمد لله المؤشر بشكل طيب، وكل فترة وفترة يكون عندنا مبادرات لتحسين الخدمات، مبادرات لنشوف سنة إذا كان في نقص معين إحنا يعني نغطي الفجوات هذه. دائما تواصل بيننا وبين هيئة الإسعاف، يعني دائما بحيث نجتمع حتى مع المستشفيات بحيث نقدر نرفع يعني جودة العمل ونتأكد من أن معايير السلامة تتابع بشكل صحيح، وفي حال وجود حتى أي ملاحظة من المرضى أو شكوى يتم تغذيتها مباشرة لرفع جودة العمل. يعني الحمد لله من بدينا إلى الآن الأرقام بالعكس قاعدة تقل اللي يتم تحويلها، وفي تعاون كبير بيننا وبين المستشفيات في التنسيق سواء في تحويل الحالات أو حتى لو مثلا كانت الحالة تحتاج تحويل القطاع الخاص، مثلا إذا بناء عربة المريض بعد يتم تحت تنظيم كامل يعني من الكادر الطبي. ممتاز، وهذا كله هدفه سلامة المريض وحصوله على العلاج كذلك اللي يناسبه أو العلاج اللي يصالح لمرضه ويناسبه. أيوة صح بالفعل. دكتورة طبعا يعني أي واحد يسمع خدمة 24 ساعة بيحط في باله أن خدمة طوارئ وطول الوقت، وخاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لأن تكون يعني دائما تكون في نفس منطقة الأشخاص، يعني سهولة الوصول كذلك إليها. بس طبعا في حالات معينة تحتاج يعني على طول المريض يروح يسير على الطوارئ على طول، يعني ما يتأخر يسير العيادة، ومن بعد العيادة يتم تحويله للمستشفى. فمتى لازم المريض يسير لقسم الطوارئ على طول؟ أيوة. ومتى يكون في يعني يقدر يتوجه للعيادة؟ طبعا في حالات معينة دائما ننصح الأهالي أنها تتوجه مباشرة للمستشفى، كمثال كبار السن بالذات إذا كان عندهم حالة طارئة، الألم الشديدة، الدوخة الشديدة اللي عندهم، لما يتعب من القلب أو من الدماغ أو يكون عنده أعراض عصبية، نفضل دائما أن يتجه للمستشفى. كذلك الحالات اللي تلعب فيها عامل الوقت وتدخل في العلاج عامل كبير، كمثال الجلطات، بالذات الشخص اللي يكون عنده مثلا مشكلة سابقة في القلب أو في الدماغ أو الضغط العالي، هالنوع من المرضى لما يصير عندهم أعراض أو احتشاء القلب أو الجلطة القلبية أو الذبحة أو حتى جلطة الدماغ، احنا دائما نقول حق المرضى لا يتوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية لخدمة 24 ساعة، لأن عند النص ساعة الأولى غاية في الأهمية لإعطاء الأدوية. المشاكل الصحية اللي تحتاج تدخل خلال وقت قصير 30 دقيقة نفضل فيها أن المريض يتجه مباشرة لقسم الطوارئ، لأن الوقت لحد ما يوصل عندنا العيادة ولحد ما يتم مثلا يعني العمل على استقرار المؤشرات الحيوية وتحويله مرة ثانية للمستشفى يكون أحيانا طافة النص ساعة وإحنا ما وصلنا للمستشفى. فضاحت أول نص ساعة مهمة جدا في إعطاء الأدوية. كذلك بالنسبة للجلطات الدماغ أيضا لحد ما يوصلنا المريض ونحوله الطوف النص ساعة الأولى، وأحيانا نصل قريب الساعة لأن يتم تحويله عن طريق الإسعاف المسافة يعني لحد ما يوصل. فهالوقت يكون ضاح الوقت اللي هو نسميه إحنا الgolden time أو الوقت الذهبي للتدخل، اللي هو الوقت اللي إذا أعطينا فيه علاج نقلل بشكل كبير جدا جدا أي مضاعفات ممكن تصير عند هذا المريض. بالإضافة لذلك الأطفال، لما يكون عندنا أطفال صغار أقل من عمر سنة أو الأطفال حتى بشكل عام إذا كانت أعراضهم شديدة ما نشجع أن الواحد يتجه للمركز، بالعكس يتجه للمستشفى أساس يكون التدخل بشكل عالي. حوادث السيارات، الحروق، بسم الله علينا وعليكم، هذه الأمور يعني نوجه المريض أن يتجه مباشرة للمستشفى، أو إذا كان المستشفى نبلغ من قبل أهل المريض أن في حال نتعب ارجعوا لنا. بعض الحالات الشديدة يكون المستشفى نبلغ الأهل أن هالحال يجب أن يتم علاجها في حالة تدهورت في المستشفى، لأن إحضارها للمركز الصحي قد يضيع الوقت الأساسي للتدخل أو إعطاء العلاجات، وأحيانا بعض العلاجات ما تتوفر إلا في قطاع المستشفيات لأن تحتاج كادر متخصص. صحيح، يعني هذه الحالات صراحة اللي ذكرتيها دكتورة عليا، يعني أن بالعكس عامل الوقت له دور كبير في إنقاذ حياة الناس كذلك. عامل الوقت، وكذلك أحيانا صعوبة الحالة المرضية أو خلينا نقول كونها متخصصة جدا، يعني في وجود أمراض معينة عصبية أو في الكلى أو في القلب، هذا يحتاج طبيب متخصص من القسم نفسه. صحيح. يتدخل، أو أحيانا ضربات العين، الإصابات اللي تكون في العين أو يعني الأنف والأذن والحنجرة، الضربات الشديدة أو اللي تنتج من الحوادث، دائما ننصح من يتوجه مباشرة للمستشفى لأن هذه تحتاج تدخل سريع جدا. الوقت لحد ما يتم تحويل المريض بعد الاستقرار في العيادة هذا الوقت مهم جدا، كان يحدث فيه تدخل أسرع.
صحيح. وهذه الأشياء المتخصصة جدا تحتاج أن الواحد يتجه للمستشفى قبل ما يروح للمركز الصحي. صحيح. وتخدمه كذلك يعني من ناحية تلقي العلاج المناسب وفي الوقت المناسب كذلك. بالفعل هي يعني العامل الأساسي في كل هاللي احنا ننادي فيه دائما هو اللي هو ان هاي الحالة تتوجه هناك هو في النهاية سلامة المريض والوصول للنتائج. يعني احنا يهمنا وايد ان النتيجة تكون افضل نتيجة خلال اقل وقت. وكثير نزعل لما مثلا الحالة يقول لك انا دكتورة يعني جتني الاعراض وكنت عارف بس قلت انتوا اقرب. لحد ما يوصل عندنا ونطلع احنا بالاسعاف قد نخسر هذا العامل، بالاخص اذا كان حتى سكن المريض قريب للمستشفى. صحيح. يعني هذه وايد مهم، عامل الوقت خاصه في الجلطات حتى الدماغيه امر غايه في الاهميه. الحالات البقيه بالعكس يوم توصل الحمد لله تتلقى العلاج وعندنا اعداد زينه ما شاء الله تبارك الله في الفتره الليليه. يعني الاعداد ما شاء الله نهايه السنه نوصل يعني على مدى الفترة تكون 180 ألف ما شاء الله. يعني عدد المرضى ما شاء الله العدد يكون كبير. صح. أيوة سنويا يعني. وفي شهر 10 مثلا كان عندنا 21 ألف شخص متردد على مركز البرشة الصحي. ما شاء الله. الإحصائيات ما شاء الله عالية. لكن دائما يتم الهم الأول والأخير لنا ككادر طبي هو صحة المريض وحصوله على العلاج في الوقت المناسب. صحيح. دكتورة طبعا شو هي الأسباب الشائعة لزيارة المراكز الصحية؟ أكثر أسباب عندنا شائعة طبعا هي في البداية ما شاء الله حتى مقارنة بعض الأطفال أهل شيء هو عبارة عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي اللي هي الكحة والزكام والالتهابات الصدر. هذه هي تقريبا أعلى شيء. بعد هي عندنا الصداع، بعد هي يكون عندنا آلام الظهر والآلام اللي هي في الجسم، يعني سواء كان ألم الجسم، ألم المفاصل، ألم العضلات. الجهاز الحركي ياخذ عندنا نسبة كبيرة ما شاء الله تقريبا هي الثالثة في العيادة. عندنا كذلك التهابات العين، الحساسية بشكل عام، الجروح والكسور والضربات، هذه عندنا تتكرر بشكل كبير بالأخص فئة الأطفال. يعني كثير عندنا تكون جروح ضربات من عند مثلا أطفال المدارس أو من المنزل نفسه، فهذه ما شاء الله تأخذ عندنا نسبة عالية. مشاكل الأنف والحنجرة ومشاكل العيون ما شاء الله تأخذ تقريبا أحيانا يعني نسبة بعد عالية عندنا. في الأخير عندنا كذلك مشاكل النسائية أيضا هي تكون موجودة بس طبعا بنسبة أقل من المشاكل الأخرى. وعدد الأطفال ما شاء الله عندنا في المركز عالي، فلذلك التهابات الجهاز التنفسي أيضا عالية. صحيح. وما شاء الله هم أكثر فئة يمكن التهاب، يعني التهاب الجهاز التنفسي أكثر ويتكرر أكثر عندهم خاصة في سن الأطفال. بالفعل بالذات في موسم المدارس لأن الأطفال يحتكون بعض ما شاء الله وعددهم كبير، الفئات العمرية الأصغر يعني حاليا خاصة في موسم الشتاء طبعا يزيد عندنا بشكل جدا كبير. صحيح. ويرجع يخف شوي في فترة الصيف. صحيح. دكتورة نمس من كلامك شيء جدا مهم وشيء صراحة جميل، أن الاهتمام صحيح في المرضى بس كذلك في الكادر الطبي. يعني ذكرتي موضوع التدريب من ناحية يعني الأطباء أو الكادر الطبي، يعني من ناحية تدريبهم الاهتمام بتدريبهم، وهذا جزء جدا كبير ومهم، فحابين نتعرف على أهميته. يعني أنا ككادر طبي عارفة أهمية أن إذا مديري أو يعني هيئتي سامحت لي في تدريب وفي دائما تدريب، وخاصة أن الكفاءة الطبية تزيد وتكون يعني أقوى مع هذا التدريب. أيوة. هو حاليا إحنا من بداية مدرة 24 ساعة اللي صار نحن طبعا كان لازم نشتغل بحيث أن يكون الكادر الطبي اللي يخدم الحالات اللي توصلنا في 24 ساعة تكون مهيئة أن تقريبا تكون على نفس مستوى قسم الطوارئ، بحيث أن الخدمة تكون يعني على مستوى عالي لأن طبيعة الحالات اللي تزور المركز فيها صعوبة أكثر. بالإضافة أن كثير من المرضى يتوقع أن المركز مركز للطوارئ فيتوجه لنا سابقا. تم تدريب الأطباء طبعا جميعهم تقريبا اللي يغطون في مراكز 24 ساعة في مستشفى راشد ودبي، والبعض أصلا كان يعني عنده خلفية أيضا في مستشفى لطيفة، فيتم تدريبهم في قسم الطوارئ وكذلك قسم التمريض مو فقط الأطباء، كلهم يكون لهم فترة يعني التدريب هناك والشغل يشتغلون لفترة هناك. الشيء الثاني جميع المتطلبات التدريبية للكادر الطبي في عيادات 24 ساعة يعتبر نوعا ما مختلف، بحيث أن احنا نركز دائما أنهم يحضرون المؤتمرات أو الجلسات الحوارية أو المحاضرات حتى اللي تلقى داخل المركز الصحي تكون عن الحالات الطارئة، وكذلك دائما يكون في مثلا يعني نتبادل مع الأطباء الحالات اللي تكون موجودة على الشفت نفسه، يعني ممتاز. الحالات اللي شافوها في نفس اليوم، بحيث ان احنا نتأكد ان داخل المركز الصحي يكون في تبادل المعرفة بشكل كبير. فلذلك تدريبها يعني هالمجموعة من الأطباء، وحتى لما يعني لما نرفع حتى الميزانية أو نطلب أي طلب لتغيير أو تطوير أي شيء في المركز، دائما نركز أن الـ 24 ساعة هي خدمة رئيسية، كل المبادرات أو التطوير ينصب بشكل كبير على تطوير هاي الخدمة بالذات، من ناحية التدريب، من ناحية
الاجتماعات من ناحية إن إحنا في كل فترة يعني نضيف بعض المبادرات اللي هي ترفع من رضا المتعاملين، ونشوف شو الأشياء اللي سهل عليهم، شو الأشياء اللي هم يطلبونها. عندنا لقاء شهري تقريبا كل شهرين مع بعض المتعاملين، بحيث إن إحنا نقدر نأخذ أي فكرة جديدة يطرحونها ونقدر نطبقها في المركز. ممتاز، وهذا يعكس يعني وكذلك يعني يخلي الخدمة ناجحة ويطورها يوم بعد يوم. بالفعل. والحمد لله المبادرة فازت بالمركز الثالث في المبادرات الإدارية في جائزة دبي الأداء الحكومي المتميز، لأنه كانت الحمد لله مبادرة يعني ناجحة حققت المعايير المطلوبة منها، بالإضافة أنها كانت مبادرة عالمية، يعني كنا الأول ما كان في حد عنده، حتى لما كنا يعني نبغى نعمل مثلا يكون بنش مارك أو نشوف يعني دراسات خارجية، ما كان في دولة عندها نفس هذه الخدمة أن يكون رعاية صحية أولية على مدار الساعة. كنا نشوف في بعض الدول يكون عندهم مناوبات، بس انه يكون على مدار الساحة لا ما كان موجود. ومتوفرة يعني في مناطق سكنية وقريبة للناس جميعا يقدرون يتواصلون. المراكز كبيرة وما شاء الله الستاند يعني الستاندرد المطبق، المعايير المطبقة عالية جدا، ويعني المركز حصل على أكثر من 8 أو 9 اعتمادات ما بين شهادات الآيزو إلى اعتمادات المستشفيات إلى اعتمادات المراكز التدريب، يعني في كثير من الاعتمادات سنويا تمر على المركز عشان نقدر نتأكد أن الخدمات المقدمة تكون في مستوى عالي. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة عليا. بس قبل ما نختم وياك، عاش على الاستضافة، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. قبل ما نختم وياك، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام. طبعا أول شيء أنا بقى أقول أن الخدمة هذه يعني ينفق عليها الكثير، سواء من ناحية المجهود، من ناحية توجه الحكومة، من ناحية الميزانيات، من ناحية الكادر الطبي والمجهود. هي الهدف الأول منها أن يكون مجتمعنا صحي وسعيد، ودائما أقول يعني الجميع يكون متأكد أن الخدمة ما راح تكون بأفضل وجه إلا إذا كان فيها تعاون من الجهتين. صحيح. من ناحية أن الحالات الطارئة تكون في المستشفى أكثر، وكذلك من ناحية نحن دائما راح بآراء المتعاملين، اقتراحاتهم، تشجيعهم الموظفين. يعني إحنا دائما نتمنى آراء المتعاملين توصلنا بحيث نقدر نوصل إلى أعلى مستواهم يتمنونه بإذن الله. بإذن الله، ونتمنى لكم كل التوفيق دكتورة عليا. شكرا يا دكتورة، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية دكتورة عليا رفيع، مدير مركز البرشة الصحي واستشاري طب أسرة. شكرا لك مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة وتحدثنا عن خدمات الـ 24 ساعة في مراكز الرعاية الصحية. قبل ما نختم فقرات حلقتنا لليوم، جتنا رسالة تقول الرز عامة أفضل من الخبز حتى الأبيض، لأن الخبز من كربوهيدرات مصنعة، أما الرز طبيعي. يعتمد كذلك على الخبز نوع، لأن فيه خبز يكون قمح خالص، فالناس قامت تضيف له، أو مرات التصنيع قام يضيف له أشياء معينة فزادت من الأشياء اللي موجودة كذلك في الخبز. مستمعينا نشكركم لحسن استماعكم لحلقتنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة على نفس التوقيت. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، في الإخراج والقواسمة، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم باكر إن شاء الله على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.